يسرني إثبات يعني بدء الصلاة على نفسي وكان عن عملائي في الاتحاد بمعنى كرة القدم وفي المنطقة الوطنية الأولى لكرة القدم أن أزف التهامي إلى مكانة الرياضيين على معنى أعمال الله سبحانه وتعالى على هذا الوطن الغالي وعلى الظهور الذي تشرفنا بمتابعته وما استطاعه الله هذا اليوم في كلمته الثانيه لشعبه الوفي ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى ان انعم علينا بهذا القائد العظيم الذي القى هذه الخطبه الكريمه لابنائه الاوفياء هذا اليوم مطمئنا للجميع على صحته انفر الله ومهنئا الوطن وابنائه بمناسبه العيد الوطني المجيد. وان هذه اللفته الكريمه من جلاله رفعه الله ما في شك من انها ستكون حافز كبير للمنتخب الوطني ولكافه منتسبي الرياضه العمانيه وكره القدم العمانيه على وجه الخصوص. ونسأل الله سبحانه وتعالى باسم الرياضيين جميعا ان يديم على جلالته بالصحه والعافيه وان يعيده الى وطنه سالما وعافا وكل عام ان شاء الله وجلالته بخير. If you words in English, I just wanted to be here for a few minutes to welcome you all on behalf of A and at the same time also on behalf of the national team and everyone in Oman Football Association. We would like to congratulate all the sportsmen of Oman and all Omanis today after we saw the speech of His Majesty the Sultan on television in the last hour. That speech, which has been televised, is definitely a great sign of leadership from a great leader. It's a sign of passion, love for this country. On behalf of the national team, we congratulate the His Majesty on the occasion of the National Day and of course speaking of Oman. And definitely today is a great inspiration for all of us to continue the hard work that we have started, and we wish His Majesty the best of health and of course the rest of the nation.